من الباحة والأجواء الجميلة اليوم ختمنا دورة الرياضات اللاسلكية، الطائرات والسيارات والروبوتات والطابعة 3D برينتر. الحمد لله كانت المشاركة جيدة والتفاعل جيد. كان أسبوع مخصص للفتيات وأسبوع مخصص للشبان. اختيرت منطقة الباحة لتنوع تضاريسها وسهولة ممارسة الرياضات اللاسلكية فيها بمختلف أنواعها. ما صار هذا النجاح إلا بدعم من سمو أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، ودعم وتوجيه سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. وإن شاء الله نعد الباحة بقادم أفضل ودورات مختلفة وبطولات وفعاليات إن شاء الله.